السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس حبيت أقرأ مع حضراتكم بعض المنشورات أو بعض الرسائل الموجودة عندنا على صفحة يا أصحاب سورة البقرة. بتحكي عن قصص نجاح، في منها موجودة على الصفحة وفي منها جالي على الخاص إن أنا يعني أذكر القصة بدون اسم للتشجيع الناس. فأنا هقرأ معاكم الرسائل اللي موجودة عندنا يعني. فهنا في رسالة جات لي على الخاص بتقول: مساء الخير أختي الكريمة، شكرا لك على مجهوداتك. أود أن أشارك المجموعة عن قصتي من عجائب، لكن إذا ممكن دون ذكر أسماء. ده اللي حصل بالظبط، إن أنا هقولها من غير ذكر أسماء. الواقع وبفضل الله أولا، بعدها مداومتي وحفظي لهذه السورة، سورة البقرة تقصد، تغيرت أشياء عدة في حياتي، في حاجات كتير اتغيرت في حياتها. بتقول الأخت الكريمة: تعرضت للسحر قبيل عرسي قبل زواجها أو قبل حفل الزفاف يعني. وبتقول وبتستطرد وبتقول: فانقلبت فرحتي إلى كارثة، لم أرغب في الزواج وطلبت أن يحرق كل ما جهزته. غيرت رأيها بالنسبة لفكرة الزواج تماما، وسألتهم انهم يحرقوا كل التجهيزات اللي هي كانت مجهزاها للزواج يعني. وبتقول كمان: لم أكن أتحمل زوجي حتى في الهاتف، لكن بفضل الرقية، رقية شرعية يعني، تحسن وضعي وتزوجت وبدأت حياة. وكنت أقرأ شيء من القرآن وأصبحت أم لطفل، وكانت الأشياء تمشي على ما يرام حتى أحمل بابني الثاني. وتعرضت لحد ما حملت بابنها الثاني. وبتقول: وتعرضت لسحر أقوى أرهقني، وكنت أرى الأيام سوداء. وضعت ابني وقررنا أنا وزوجي أخذ أولادنا والهجرة. بعد ما جابت الطفل فقررت إنها وزوج إن هي وزوجها زوجها إن هما يهاجروا، يسيبوا البلد اللي هما عايشين فيها يعني. وبتقول إن إحنا نلجأ للهجرة وترك كل شيء، ولكن غرقنا أكثر فلم نفلح، ما نجحوش لما سافروا، بل وفقدنا كل ممتلكاتنا وغرقنا في الديون. بتقول كمان: وقد تعرض زوجي بدوره للسحر فساءت أحوالنا كثيرا، فيأست وبدأت أتساءل: لماذا أنا؟ ما حكمة ربي التي أريد أن أتعلمها، بالرغم أني كنت مطيعة لزوجي وأهلي وأصلي وأصل الرحم وأتصدق بما أستطيع، ما حكمة ربي فيما حدث لي؟ بتسأل هي بعد كل الصالحات اللي هي بتعملها لسه عندها مشاكل، إيه الحكمة من كده؟ وبتقول الأخت: فجاهدت نفسي وواظبت على قراءة سورة البقرة وحفظتها، حفظت سورة البقرة، وصرت أقرأها على الماء وأشرب منها وأعطي منها أهل بيتي، فتحسننا وشفينا. أقرأها ولا أستطيع تركها، حتى في شغلي أجد نفسي أقرأها، أنام في الليل وإذا استيقظت وجدت نفسي أقرأها. فبدأت حياتي تتغير، هدأت نفسي وعصبيتي، أحسست بالنقاء والراحة في داخلي، بيتي نقصت فيه المشاكل، صارت السعادة تعم فيه، سهلت لي الأمور أو سهلت لي أمور عديدة زي الأخت ما بتقول. كنت لا أشتغل، ما كانتش عندها عمل، حصلت على وظيفة لم تكن حتى في أحلامي يعني، بمعنى أن الوظيفة كانت وظيفة حلوة جدا يعني. فهمت حكمة الله فيما حدث لي، وهي العودة والرجوع دائما إليه، وأكبر ربح لي هو الأساس الدائم بالقرب من الله تعالى. فالحمد لله، والحمد لله على ابتلاء قربني إليه. يعني هي بتقول الأخت إن الابتلاء اللي ربنا حطها فيه كان بالنسبة لها وسيلة للتقرب إلى الله، وإن هي كان لها سحر، وإن سورة بفضل الله وسورة البقرة هي استطاعت إن هي تتخلص من السحر اللي كان معمولها هي وزوجها.
وان تركها للمكان او هجرتها لدولة تانية ما كانش هو ده الحل. الحل هو كان الرجوع الى الله والتمسك بالقرآن والتمسك حرفيا بسورة البقرة. طبعا احنا بنشكر الاخت الكريمة على مشاركتها معانا في المجموعة بالقصة بتاعتها. اتمنى ان تكون القصة دي ملهمة لناس كتير ومشجعة لناس كتير، وان شاء الله نتقابل في قصص تانية، وبإذن الله أتمنى للناس كلها التوفيق، وأتمنى للناس حياة سعيدة بإذن الله وبتوفيق من ربنا. ويسعدني إن الناس تنضم لينا هنا على الصفحة عشان تسمع كل جديد عن تجارب الناس أو قصص الناس الناجحة مع سورة البقرة، أو تنضم لينا في صفحتنا يا أصحاب سورة البقرة. وكمان احنا عندنا صفحة للقرآن، هي صفحة مش متخصصة، هي بس لأي معلومات دينية، اسمها نحن أهل القرآن. يشرفني طبعا ان الناس تنضم لنحن اهل القرآن على صفحة الفيسبوك، وان هم ينشروا كل ما يفيد الاخرين من معلومات. اشكر الجميع على حسن مشاهدتكم، وان شاء الله بكون معاكم فيديو قريب، لان في قصص تانية انا هقرأها وهشارك بيها دلوقتي ان شاء الله. فتابعوني، اختكم رانيا الجندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.